تؤمن وزارة الصحة العامة بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والدول المانحة لقاحات عالية الجودة لجميع الأطفال في لبنان. بالرغم من تفشي فيروس كورونا، يستمر تحصين ما لا يقل عن 50,000 طفل شهرياً في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية. ندعو الأهل للاستمرار في تلقيح أطفالهم باللقاحات الروتينية لتحصينهم وحمايتهم من الأمراض القاتلة والتي يمكن الوقاية منها باللقاح تبعاً لنصائح وزارة الصحة العامة. إن اللقاحات آمنة، فعالة ومنقذة للحياة، وتساعد في السيطرة على تفشي الأمراض المعدية والوقاية منها.